دلوقتي هنتابع مع حضراتكم الفيلم الوثائقي الغيوم والملك المظلوم اللي انتجته القناة الأولى، وده بمناسبة مرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، أهم كشف أثري عالمي في القرن الأخير. الفيلم بيجيب زي ما قلت لحضراتكم على مجموعة كبيرة من الأسئلة الشائكة واللي بتتردد بقالها 100 سنة، وبيستعرض كمان قصة الكشف الأثري المذهل وزي نجح هوارد كارتر عالم الآثار الإنجليزي الشهير سنة 22 في اكتشاف كنوز الملك الذهبي. ملك تولى الحكم طفلا وتوفي شابا، وظلت وفاته لغزا يحير العالم بأكمله. مفيش ما يدل على محاولة لقتل الملك توت عنخ آمون من المعطيات العلمية. قد يأتي العلم في المستقبل بتقنيات أخرى تدلنا على معلومات أكثر. ورث من والده أخناتون وطنا ممزقا انقسمت فيه البلاد بين معابد الإله الواحد أتون ومعابد آلهة آمون. ما نقدرش نقول إن المصريين كلهم اتجهوا لعبادة أتون، ممكن نقول الحاشية وكبار رجال الدولة والناس اللي كانوا في أخذ أتون ماشي. ملك لم يكن صاحب تأثير سياسي فترة حكمه، إلا أنه بعد 3000 عام من رحلة قصيرة مليئة بالاضطرابات يعود ويصبح الملك توت الملك الفرعوني الأشهر على وجه الأرض. I think what is particularly fascinating about Tutankhamun is that he was not such a famous king in his time and he is now the most famous king of all times. I think this is a story that is that fascinates people until today. فما هي قصة هذا الملك المظلوم؟ وكيف تحولت حياته من الغيوم إلى كونه أحد أهم النجوم؟ كان عندي شغف كبير جدا وانا صغير حوالين اهتمام العالم كله بملك فرعوني واحد هو توت عنخ آمون. ليه سر الاهتمام ده؟ ليه كل العالم بيتكلم عن هذا الملك بس باعتباره اهم ملك في مصر القديمه؟ لما كبرت وقريت وازداد الشغف حوالين هذه القصه لقيت ان ليه حكايه اطرافها ثلاثه، اب وكهنه وابن. الاب هو اخناتون مؤسس دوله التوحيد، اول من دعا وقال ان في إله واحد بس وهو قرص الشمس، وطبعا ده ردا على تفشي فساد دولة الكهنة في هذا الوقت. طبعا الكهنة ما سكتوش، نقل الأب العاصمة لتل العمرنة، وكان الكهنة مقرهم في طيبة عاصمة الجنوب. جاء الابن في هذه الظروف وهو توت عنخ آمون وسط صراعات سياسية ما بين هذه الدولة وهذه الدولة، دولة الكهنة ودولة التوحيد إن صح القول. حتى بدأت هذه الصراعات تتفشى عندما تولى الحكم، ولكن ظل اللغز. مات هذا الملك صغيرا دون أن يعرف أحد كيف مات، واستمرت دولة الكهنة حتى نهاية عصر وتاريخ مصر القديمة. لما تفتح كتاب التاريخ وتعرف أن توت ووالده أخناتون كانوا آخر دم ملكي حكم في أسرة من أعظم الأسر الفرعونية، أسرة أول حكامها كان البطل المصري أحمس اللي انطلق من طيبة ليقهر الهكسوس في الشمال ويستعيد منف العاصمة التقليدية لأجداده. برغم أن بدايتها كانت قوية جدا جدا في عهد الملك العظيم تحتمس الثالث، ثم بدأت الانهيار في عهد أخناتون، ثم بدأت الصحوة مرة أخرى في عهد حورمحب في نهاية الأسرة 18. أسرة أتى فيها أعظم إمبراطور في التاريخ الملك تحتمس الثالث، اللي وصلت معاه حدودنا لجبال الأناضول في تركيا ومنابع النيل في الحبشة. حكايتنا عن الأسرة 18 اللي بتعد من أهم الأسر اللي حكمت مصر، إلا أن نهايتها كانت مؤلمة جداً لما حاول أخناتون العبث بالثوابت الدينية للمصر القديم المؤمن بعبادة الآلهة، ومع دعوته الدينية لتوحيد هذه الآلهة وأحدث انقساماً وفتنة كبيرة في عموم البلاد.
تسبب إخناتون طبعا في حدوث انقسام داخل المجتمع المصري، لأن فيما هو كان مؤيد طبعا وبشدة والأغلبية للمجمع الآلهة كل مجمع الآلهة المصري، وفي من هو المستفيدين طبعا من إخناتون والحشية بتاعته اللي كان المؤيدين للدعوة بتاعته. لم يقدم للمصريين حل مقبول لما يحدث في العالم الآخر، إيه اللي هيحدث بعد الوفاة؟ فبالتالي توت عنخ آمون بيعدهم إلى أوزوريس، بيعدهم إلى فكر العالم الإيه؟ الآخر اللي المصري القديم كان بيبحث عنه دائما. اتهم أخناتون كاهن الطيبة بالسحر والشعوذة وجردهم من مناصبهم، وأصبح هو الكاهن الوحيد للإله الجديد آتون. مظاهر فساد الكهنة أو نقدر نقول استشراء يعني سلطة الكهنة وسطوتهم داخل مصر القديمة، السيطرة على الأوقاف، على المعابد، على القرابين، على الخيرات التي تأتي للمعابد سواء جزية من الدول الأجنبية أو من داخل مصر. فأصبحت كهنة آمون سلطة موازية لسلطة الملك في عهد الملك أخناتون، فكان لابد منه أن يتخلص منهم. حكم أخناتون لمدة 21 سنة، شهدت البلاد في عهده حالة من الفوضى نتيجة التجاذب الديني مع الكهنة، وأفضت حالة الفوضى إلى تشرذم البلاد في الداخل وتوالي الهزائم على الجيش في الخارج بعد انفصال الأقاليم الأسيوية عن السيادة المصرية وتنامي خطر الحيثيين. مات أخناتون في ظروف غامضة عام 1336 قبل الميلاد، وبموته انهارت عبادة آتون وصدحت المعابد بإعادة مظاهر الاحتفال وتقديم القرابين للكهنة احتفالا بموت هذا الملك. الثورة الدينية اللي حصلت في عهد أخناتون وما والملوك اللي بعد كده سابت أثر سلبي على الإمبراطورية المصرية. تراجعنا كتير جدا بعد ما كنا نشاطنا ممتد الى الفرات ثم اعلي الشام حتى تركيا. ووسط انقسام البلاد بين عاصمتين وتوالي الهزائم وتزايد الاطماع، يسارع الكهنة في تنصيب الابن الصغير توت مقاليد الحكم. ارتمى توت في احضانهم بعد رؤيته لمسلسل انقسامات والده. كهنة وجدوا ضلتهم في صبي مغلوب على امره، ووجد الصبي نفسه امام ثلاثة مراكز قوى. كهنة آمون في طيبة، الدولة العميقة التي فشل والده في قمعها، والوزير الأول القائد آي في البلاط، الرجل العالم بشؤون الدولة اقتصادياً وسياسياً، وقائد الجيوش حور محب الذي تنزف قواته في الخارج تأثراً بما يحدث بالداخل. وظل الصبي حائراً بين إرضاء الأطراف الثلاث. وكنتيجة طبيعية للتخبط اللي ساد إدارة الدولة، أرسل الملك توت الجيش إلى غرب أسيا من أجل ضبط الحدود هناك، إلا أن جيشه لم يعود. نقض الحيثيين معاهدة السلام واستولوا على أراضي مصرية، وفي العام التاسع من حكمه أرسل توت قائد الجيوش حور محب لاستعادة قادش في سوريا، إلا أنه فشل في استعادتها من الحيثيين. وكان البيت الملكي ساعتها بيسيطر عليه طبعا آي والفريق بتاعه وحور محب، فهو نظرا لصغر سنه طبعا فكان الاب الروحي بتاعه اي هو اللي كان بيوجهه، فحاول بكل الطرق الممكنه ان هو يسترضي الكهنه، مش مشاكل مع حد، يسترضي كهنه آمون ان هو عمل بعض الاحتفالات في معبد الكرنك وعطى هبات كتير لآمون. كانت وفاه توت لغزا لم يكشف بعد. توفي توت في عمر 19 وترك البلاد دون وريث، وظلت البلاد في حالة من الفوضى دون حاكم. ثم تولى الوزير الأول القائد آي الحكم وكلل الأمر بزواجه من أرملة الملك توت، وحكم لمدة 3 سنوات فقط. بعد وفاة توت عنخ آمون كان في صراع بين آي اللي هو الملك اللي جه بعد توت عنخ آمون وحور محب. حور محب اعتقد نفسه هو كان أحق بالعرش من آي، الاثنين مش من خلفية طبعا ملكية. حتى جاء القائد العسكري حور محب واستطاع توحيد البلاد، وظل في الحكم نحو 60 عاما، واتسمت فترة حكمه بمحاولات جادة لمحو أثار فترة العمارنة من ذاكرة المصريين وتوحيد البلاد وإعادة بناء الجيش. الملك ده ما خدش حظه أو ما خدش حقه تاريخيا، رغم أنه هو أعاد الهيبة للدولة المصرية، ضال كتير جدا وليه قوانين جديدة وضعها الحفاظ على هيبة الدولة والحفاظ على مكتسبات الشعب المصري في هذه الفترة. وبموت الملك الشاب طوت الأسرة 18
آخر صفحاتها في كتب التاريخ، أسرة أسسها الملك أحمس واستطاعت أن تبقى أعظم وأول إمبراطورية على وجه الأرض في عهد تحتمس الثالث، وطوى تاريخها هذا الملك المغلوب على أمره لتأتي بعده الأسرة 19 التي شهدت عهد الرعامسة العظام، وكان على رأسهم الجد العظيم رمسيس الثاني. وعلى الرغم من أن الملك توت لم يكن مؤثراً بشكل سياسي فترة حكمه، وعلى الرغم من أن خصومه حربوا فكرة وجود أسرته اللي كفرت بآلهة الطيبة، إلا أن ربما يكون الظلم اللي تعرض ليه سبب في أن يكون اسمه بعدها ب3000 سنة هو اسم لأشهر ملك فرعوني في تاريخ المصريين القدماء على الإطلاق. King Tut is important not so much because of his reign, which was very short, as we know. He was in Egypt not a very important king, but because his tomb is preserved intact. He is important from the point of view of material culture and funerary customs in ancient Egypt. في عام 1922 وبعد 100 سنة بالضبط من فك رموز حجر رشيد، تغير علم المصريات وانتقل إلى مرحلة جدية أبهرت العالم بأكمله، حين تم إعلان اكتشاف المقبرة الذهبية الكاملة للملك توت على يد المستكشف البريطاني هوارد كارتر في وادي الملوك بالأقصر. I suppose most excavators would confess to a feeling of awe, almost embarrassment, when they break into a tomb closed and sealed by pious hands so many centuries ago. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. A half-filled bowl of mortar, a blackened lamp, the chips of wood left on the floor by a careless carpenter. كان كارتر شغوفاً بعلم المصريات وظل ينقب عن الأثار منذ عام 1915 دون جدوى، إلا أنه في الرابع من شهر نوفمبر لعام 1922 أتى له صائحاً الطفل المكلف بنقل الماء من النيل إلى العمال. أقسم له الطفل أنه تعثر على أرض صلبة وسط هذه الرمال. ذهب معه كارتر ووجد كلامه صحيحاً. فتح كارتر المقبرة ووجد نحو 5000 قطعة فنية شديدة الروعة والجمال، منها أقنعة ومنها توابيت ومنها تماثيل ذهبية بالكامل، كنز لا يقدر بثمن. طالب كارتر الحكومة المصرية بحصة من هذا الكنز. بعض الأثار التي تم اكتشافها في مقبرة توت عنخ آمون موجودة في متاحف عالمية مثل المتروبوليتان وفي متاحف بحثية في إنجلترا وأمريكا. كان في عندنا مراسل الديلي ميل وهو أرثر ويجال، وده عالم أثري، اتهم كارتر صراحة في رسالة إن هو فتح المقبرة أو فتح الغرفة الرئيسية في المقبرة قبل افتتاحها الرسمي قدام العالم اللي تم في فبراير 1923. في عندي ما يثبت أن كارتر واللورد كارنارفون أخذوا قطعة، بدليل إن عند وفاة كارتر حصل إن هم بيجردوا التركة بتاعته وراحت لابنة أخوه، لقيت 5 خواتم عليها خراطيش توت عنخ آمون، فخافت من لعنة الفراعنة رجعتها لمصر. عندما علم اللورد كارنارفون ممول بعثة كارتر بهذا الكشف، أبرق إلى قصر باكنغهام برسالة للملك جورج الخامس شخصياً باعتبار هذا الأمر كشفاً بريطانياً. إلا أن اكتشاف كارتر للمقبرة حدث بعدما تخلصت مصر من الحماية البريطانية، كانت صدمة كبيرة لكارتر وللورد كارنارفون اللي حاولوا يقاضوا الحكومة المصرية عشان يخرجوا بأكبر عدد ممكن من الكنوز، إلا أن مصر أصبحت وقتها دولة ذات سيادة وأصبح لزاماً على من يريد رؤية آثار هذا الملك الذهبي أن يأتي إلى الأراضي المصرية. ففي الفترة ديت كانت الحكومة المصرية حكومة وطنية، وكانت حكومة سعد باشا زغلول، وهم اللي تسببوا في بقاء كل المكتشفات الأثرية في مقبرة الملك توت جوه مصر. ويمكن في الفترة ديت لو ما كانش الظروف السياسية بالشكل دوت، كان في قطع كتير
اتوزعت في متاحف العالم وما بقتش موجوده المجموعه كامله في مصر. Before this it was customary that Europeans or Americans who came to excavate here would take part of the discovery back to their home countries. And this changed when Tutankhamun was discovered. There was actually a lawsuit between Howard Carter and the Egyptian government for this, and the Service des Antiquités, which was and in the end it was decided that everything should stay here, and this is why everything is of course still in Egypt. كان الشارع المصري يموج بفورة من القومية المصرية ومطالب الاستقلال منذ ثورة 1919. في فبراير لعام 1922 أعلن البريطانيون انتهاء حمايتهم على مصر وأعلنت المملكة المصرية المستقلة. أعقب ذلك تولي سعد زغلول رئاسة الوزراء مع إرساء دستور 1923، وأتى اكتشاف مقبرة توت في ظل هذه الأجواء ليرد على مزاعم وزير المستعمرات البريطاني وينستون تشرشل آنذاك بعجز المصريين عن حكم أنفسهم. أمر كان له تأثير وواقع إيجابي كبير على المصريين في الشارع. قبلها غنى سيد درويش أنا المصري كريم العنصرين. المصري كريم العنصرين بنيت المد من الهرمين. وفي نفس عام الاكتشاف غنت منيرة المهدية أغنية إحنا أبونا توت عنخ آمون. إحنا أبونا توت عنخ آمون. وبعدها بعام واحد أنتجت السينما المصرية عام 23 فيلم في بلاد توت عنخ آمون، وكان فوزي الجزائري بطلاً لهذا الفيلم الذي أخرجه الإيطالي فيكتور روزيتو. The first exclusivity contract in terms of journalism was made at this time between Lord Carnarvon, who funded the excavations of Carter, and the Times of London. So the Times of London got like the exclusive rights to publish first before other newspapers. And so this is the first time in history that this was happened. كانت عشرينات القرن المنصرم في أوروبا منبهرة بظاهرة تعرف بالتوتمانيا، أي موجة الولع بتوت. صارت نفائس مقبرته مصدراً لإلهام المصورين والرسامين ومصممي الأزياء وحتى مصممي الطوابع والتذكارات، واستلهمت شركات الموضة خطوط أزيائها والتي استوحتها من القناع الذهبي ومن محتويات المقبرة، وتزينت النساء حول العالم بملابس وقلادات وتصاميم تحاكي خطوط تلك الكنوز الذهبية. ظلت أوروبا تغني بأغنية حملت اسم Old King Tut، والتي ظلت في عشرينات أوروبا الأغنية الأكثر تحدثاً عن ملك مصر المبهر. In history we know King Tutton came and ruled a mighty land. He ruled for many years mid laughter, song and tears. He made a record that will always stand. وعلى الرغم من أن معامل التحليل الأوروبية أكدت أن وفاة كارتر ومعظم فريق تنقيبه بعد الكشف بشهور كان جراء تنفسهم للبكتيريا المتعفنة في هذه المقبرة منذ 3000 عام، إلا أن هوليود لم تأخذ من قصة الملك سوى لعنة مقبرته، وجاءت متأخرة في الثلاثينات حين أنتجت عام 32 فيلم المومياء، وظلت نفس زاوية المعالجة في معظم التناول السينمائي الهوليودي حول توت يدور حول لعنة مقبرته. Because of this contract with the Times and the other newspapers wanted to also have something to say, they started to invent the story of the curse, for instance, of the pharaoh, which is completely fictional, obviously. وبالتأكيد تبقى هناك استثناءات لكل قاعدة، كالسلسلة المحدودة لمسلسل توت التي حملت اسمه وأنتجت عام 2015. وقام فيها النجم البريطاني السير بن كينغزلي بدور الوزير الأول القائد آي، وكيف تداخل هو وقائد الجيوش حور محب لنصيحة الملك حتى تولى الحكم من بعده. I'm from Belgium and I can give you an example. For instance, in Belgium we had a queen at the time called Queen Elizabeth, who was the wife of King Albert, and she was very interested in ancient Egypt, and she insisted to come to Egypt to see the discovery by herself. So in February 1923 she traveled to Egypt. The Belgian queen was the first royal blood to meet your old
King Tutankhamun for the first time. وبعد 50 عاما من الاكتشاف والفشل في الحصول على حصة من كنز توت، استأذن المتحف البريطاني الحكومة المصرية عام 72 في عرض نفائس توت في لندن. بلغت هناك ذروة التوتمانيا في أوروبا عندما اصطفت الطوابير لكيلومترات كاملة من أجل رؤية نفائس الملك الصغير، حتى أن ملكة بريطانيا ذهبت كأي مواطن للمتحف من أجل استقبال الملك المصري الصغير. هنا شاهد الأوروبيون كنوز توت مع التسليم بأنها كنوز مصرية معارة وليست ممتلكات مسلوبة كحجر رشيد وغيره من آلاف القطع. So it shows a little bit about how important people considered this news to be in Europe, and of course it led to what we call Egyptomania. So a wave of everything became about ancient Egypt in Europe. Everybody was interested, and yeah, it was big news. دفن توت بالصدفة في أحد مقابر كبار الموظفين، وذلك لأن مقبرته الملكية لم تكتمل، وهذا الذي جعلها بعيدة عن أعين اللصوص. كانت مراسم دفنه رسالة من الكهنة أرادوا بها التأكيد على قدسية الفرعون، فوضعوا كل مقتنياته الذهبية وتفننوا في إتقانها من أجل إعادة الإبهار والهيبة والإجلال لرحلة الإله الفرعون إلى الحياة الأخرى. والذهب مهم جدا بالنسبه لمصر القديم، بيساعدوا على عمليه البعث مره اخرى، فهو كده كانوا بيحاولوا يضمنوا له حياه اخرى ابديه جميله، خاليه من اي مشاكل، خاليه من اي امراض، خاليه من اي هموم. وعلى الرغم من انتشار التلميحات بشان تورط الكهنه في التخلص من الملك توت، الا ان فريق الاشعه اللي مسح جثمان الملك الصغير ترأسته الدكتوره سحر سليم استاذ الاشعه بالقصر عيني، واستطاعت أن تلتقي بالملك الشاب وجها لوجه من أجل الإجابة على هذا السؤال. المعطيات اللي احنا عندنا هي معطيات العلم في وقتنا هذا، وهي على أعلى مستويات لوقتنا هذا، الأشعة المقطعية والدي ان اي، احنا ديت معطياتنا في هذا الوقت اللي أثبتت أنه هو مات بالملاريا، مات نتيجة تكالب عدة أشياء عليه، يعني في الملاريا، وفي نفس الوقت في الكسر اللي هو حصل له قبيل الوفاة، وفي ان هو كمان كانت صحته نوعا ما عليلة شوية. وعلى الرغم من ان المقبرة كشفت عام 1922، الا ان الاكتشافات المتعددة اللي بتقوم بيها بعثات التنقيب ما زالت تسلط الضوء على اسرار الحياة المجتمعية لفترة حكم الملك توت. المقبرة دي تسمى مقبرة مايا، هي كانت تشغل منصب مهم جدا، هي مرضعة الملك توت عنخ آمون. كان نوع من التكريم ليها، الملك أعطاها تسريح أو هبة لبناء مقبرتها هنا في سقارة، على اعتبار أن سقارة منطقة مهمة جدا على مستوى مصر. I think that you learn about the daily life of the high officials of the court of King Tutankhamun. So you really see how people lived in his times and how society worked, and I think that's very fascinating. So we work a little bit to the south of the Pyramid of Djoser. And we have about 12 monumental temple tombs that were built by the very high officials of King Tutankhamun, many of them. So we have, for example, Horemheb, the general of Tutankhamun, who would become king himself later. وعلى الرغم من أن القناع الذهبي الذي يزن نحو 9 كيلوغرامات ما زال موجودا في المتحف المصري بالتحرير، إلا أن هناك استعدادات بتجرى على قدم وساق من أجل نقل مجموعة الملك الشاب كاملة متضمنة التوابيت الذهبية والمجوهرات والأقنعة والعجلات إلى المتحف المصري الكبير، اللي شهدت قاعاته الجانبية استعدادات من نوع مختلف بترميم عدد كبير من هذه المجموعة الملكية عبر أيادي مرممين مصريين اكتسبوا خبرة عالمية في هذا المجال. كانت القطع الآثار العضوية، لأن الآثار العضوية بتبقى متحللة تماماً وممكن تفقد الأثر بالكامل، وخصوصاً إن كان في منها اللي لقاه كارتر متفحم، فزي ما هو وراح نقله على التخزين، وكان في فرصة هنا للمرممين إنهم يبدأوا يحاولوا يرمموا القطع الأثرية ديت، فكان كل قطعة محتاجة تخطيط كويس قبل التدخل. وربما يكون إخلاص الصبي الصغير توت إلى دولته مصر ونيته الصادقة في احتواء انقسامات والده
سبباً في عودة اسمه للحياة مرة أخرى. ربما لم يستطع توت أن يحكم فترة حياته المضطربة، إلا أن الغيوم التي أحاطت به تحولت بعدها إلى أنوار أضاءت مسارح ومتاحف وسينمات العالم باسم هذا الملك المظلوم على مدار 100 عام متصلة. وإذا كانت هذه المقبرة التي فتحت أفواه العالم هي مقبرة لملك حكم بفترة مضطربة، فما بالك بمقابر تحتمس الثالث أو رمسيس الثاني؟ كيف كانت ومتى سرقت؟ وهو ما يفتح معه باب التساؤل حول حجم وكمية وقيمة الآثار الذهبية التي سرقت من مقابر ملوك مصر، وربما تحولت بعدها إلى سبائك في خزائن دول أخرى منذ آلاف السنين.